جواهر غسان محمد سعيد عاشور، طلع على معدل 95.10. التحقت بجامعة الأقصى بمنحة كاملة وتخصص التمريض، وأنصح زملائي بالالتحاق بها. أنا الطالب الحسن رائد حسن شريف، الحاصل على معدل 98.3 في الفرع العلمي. التحقت في تخصص آداب إنجليزي في جامعة الأقصى. طبعاً هو كان حلم طفولة، وكل شغفي كان في هذا التخصص، إن شاء الله أبدأ فيه. أنا الطالبة آلاء خالد أبو جياب، حاصلة على معدل 97.1% من الأدبي. التحقت في جامعة الأقصى في تخصص التمريض، وأنا حابة كتير هذا التخصص وبنصح كل الطلاب بيفوتوا جامعة الأقصى. أنا الطالبة ربا جميلة العيساوي، حاصلة على معدل 98.3 في الثانوية العامة الفرع العلمي. التحقت بجامعة الأقصى، تخصصي العلوم الطبية، وأنصح جميع الطلاب بالالتحاق بجامعة الأقصى. أنا الطالبة نورة عصام المدهون، الحاصلة على المعدل 97.6 الفرع العلمي. التحقت بجامعة الأقصى، تخصص الهندسة النظم الذكية والحاسوب.